بيتريات الصعيدي نازل من نازل 28 عام. انا من 2000 قلت 2021 2020 8 سنين في خيريات اخرين كنحس براسنا ضايعين عام على عام كيجيو مسؤولين ما غير كيدويو كيسمعوا اخبارنا كيسمعوا ما كيوقفوش معانا عام على عام كنلقاو راسنا كنكبروا. في عمري دابا انا 29 لا يمكن لا يعقل باقي في الساكنه ديال خيريه من حقي ندير وليدات من حقي ندير اسره من حقي ندير من حقي حتى انا ندمج مع المجتمع من حقي نعيش من حقنا من حقنا ندير وليداتنا من حقنا نديروا اسره من حقنا شي خدمات شي خدمه مستقره اللي هي ولكن عام على عام كنحسوا بريوسنا ضايع كيجي مسؤولين ما كيديروا والو كيجي واخا هكا ماشي مشكل بهاد الصغار مشكل في الكبار اللي فوق منهم هادو اللي خدامين راه ما ليهم والو اللي فوق منهم واخا غنديروا معاكم بحال دايرين خيريه مشروع وهمي نخدموا ناكلوا نشربوا ماندا ديالهم كيدوز وحنا ما كيديروش ديك الماندا مزيانه ما كيديروش نيتهم خدمتهم النيه اللي كل عام هذا غادي يديروا معاه حل هذا غادي يديروا معاه كنلقاو نفس عام نفس المرض واخا غنديروا معاكم ما كاين والو الوهم ممكن عندنا مشاكل مع المدير كيجي مدير كدوي مع مدير كيقول لك هذا ما مديرش الاخر ما مديرش انا ماليه ما مديرش بالنسبه لي ما كاينش مدير انا اللي مدير في هذه اللحظه كنوقف على راسي انا اللي كبير انا اللي لاج كنشوف راسي انا كضيع حنا ماشي مشكل في المدير ولا في الماكله مشكل في الاندماج في الاندماج مشكل في فكنكبروا كنضيعوا راه اخرتنا راه غادي تريب وغنخرجوا للشارع ويقول لك ما كاين والو حنا حياتنا ماشي هي هذه الحياه اللي كنا كنتمناو الكبار منا اللي كانوا جينيراسيون كانوا كيوقفوا معاهم اللي مشات المانيا اللي مشات البرازيل اللي مشات هولندا اللي مشات حنا الباك اللي كيجيبه ما كيدير والو هاكا صافي نجحتي في الباك عطيوه شويه ونمشي الحياه ماشي هو هاكا حياته هو يوقفوا معاه يندمجوه يصيفطوا لاوروبا ولا يشوفوا لي شي تبارك الله راه حنا عندنا شركات عندنا ثروه في الخيريه راه اغنى خيريه في العالم في المغرب راه هي البرنوصي شوف كاين قارين كاين اللي ما قارنش راه عندهم واحد الخدمه ديالهم اللي قارين عندهم تدريجيا معكم عندنا الرباح مستفيد من دار الاطفال سيدي برنوصي حاصل على شهاده البكالوريا شهاده سنه 2018 و دوزيام اني في لافاك ايكونوميك وان شاء الله هذا العام غناخذ شهر 7 غناخذ ديبلوم في اوتيس دي كي هاد الناس حنا الهدف ديالنا من هاد الوقفه هو نحاربوا هاد المسؤولين من بينهم اللي هو مستفيد هو في خيريه عن الشق كان هو مستفيد خان خوتو حتى ولا مدير صيفط خوتو الحبس بما ان عنده ديك التجربه ديال انه ود الخيريه وداك الشيء عينوه على انه يولي مدير عينوه مدير في خيريه عن الشق خدا السلطه ولا كيجري على خوتو وجابوه هنايا قالوا لي غادي تعين مدير في دار الاطفال سيدي برناصي جانا هنايا في الاول دخلنا بوعودات كاذبه انا جاي ندير لكم بحال عبد الله من قولت انا راه ماشي انت هو انا كاين انا الواحد والله عز وجل حنا ما كنامنوش بك انت راك غير نازل بحالك بحالي صافي جا عطانا وعودات كاذبه قال لنا غنخدمكم غنفعل لكم بالنسبه للناس اللي مزوجين عند ولادهم قال لهم غادي ندفع لكم في ديور وغادي نفعل لكم وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش مستوى دراسي قال لهم غادي ندمجكم في المجتمع هذا السيد عطانا وعودات كاذبه وحد الان دابا من بين النتائج اللي شفناه من الوعودات اللي دار شفنا ان صافط خوذنا الحبس ودراري صغار ها هما جرى عليهم المؤسسه السيد راه عمره 16 عام ومؤخرا سمعنا واحد الخبر خرج طوموبيل توارك 23 وما عرفتش 25 مليون وشرى دار في بوسكوره قال لك لا حق شريتها للوالده ديالي من اين لك هذا واش خدمتي عامين في دار الاطفال سيدي برنوصي درتي الدار وداكشي ورينا حنا ملي كسبتي الملات حنا نكسبوا مستوى الدراسي ربما انا احسن منك انت راه سمعت عندك اخويا نيفو باك كيفاش عينوك وعندك صوابق عدليه موت لي معاه وريني كيفاش درتي هادشي شحال نديرو انا الصراحه عاد بلا من قولت انا انسان متواضع حاصل على شهاده البكالوريا قريت داكشي كيقول لك قرا غادي تخدم دابا كيبان لي الماستر صراحه الزنقه كيبان لي الماستر الزنقه حنا دابا كنباتو هنا ما كاينش حتى من الفوق دمروا لينا كيقول كلا حقه غنديروا لك حتى فين غادي في غنبات انا السيد جاي تعدى علينا هاد السيد
ما جاش يساعدنا. الخيريه التائف عمري 28 سنه والخيريه ديال البرنوسي الحمد لله فهمتي ابتلاء من عند الله حنا راضين به. ولكن اختي انا اللي كيضرني بزاف هو هاد كاين شي مسؤولين راه لا حول ولا قوه الا بالله ما بقاش قادهم الصالير ديالهم ولا كياكلني انا وياكل هذا وياكل هذا وياكل الاخر وياكل الاخر هما كيربيو الريش وحنايا كنبقاو يعني حنا هما حنا جابدو كيهضروا معانا نديروا لكم حلول ما نديروا لكم حلول ما شفنا لا حلول لا والو الحلول داروها الريوصم بنادم كيتزاد كاين الفلوس هذه وحنا ما كاين والو عطونا الحبس كاع واحد راه جوج كيبدا يتحاك معاك باش هو يصيفطك الحبس والمخزن الحمد لله راه عارف الدراري عارف كل واحد كيقدرونا وكنقدروهم المخزن هو ولا تيدير خدمته عليهم هما خاصهم القانون والله حتى خاصهم القانون وكاين الناب وباكيه ديال الفرماج كيديوها عباد الله تسطى باكيه ديال الفرماج كيديو راه كيديروا لك الحلول شوفي حنايا شوفي اختي حنا كبرنا بلا والدين الحمد لله خير الامه كبر اليتيم وفقير يعني ما يمكنش لينا نرد الساعه اللور ونقلب على والديا ولا هذا ابتلاء صافي بنادم راه كيفوت 18 عام صافي كيولي بكتافه لا ما جابهاش بدراعه يقطعو حسن ليه اما الحمد لله والله حتى كاينين دراري ما شاء الله عليهم كاين الباك كاين نيفو باك كاين اللي حتى ما كملش قرايته كاين توظف يعني تكون دير تكوين انا درت تكوين خدمت عامين ونص ما يعني انا كنبغي نخدم حر يعني البيع والشراء التجاره فهمتي ولكن الدراري مساكنه ضايعين والله كنطالبوا بهاد الناس يتحاسبوا اول حاجه يتحاسبوا على الدراري اللي صيفطوهم للحبس ضيعوهم يعني انا كون كان ولدي في دارنا ولدي انا ولدي راه واخا يديرها ما عرفتش قداش ما نصيفطوش للحبس ولكن انت تصيفط اولاد الناس للحبس وهي حسره تا ولد الخيريه علاش تصيفط وانت ما كتحسش بولد الخيريه تا ولد الخيريه خديتي السلطه وبالك تصيفط انا نقولك اختي انا علاش ما باغيش نمشي للحبس في ما ندير شحال من حاجه وحق الله تيشوفوا شي حاجه الخلعه الاخر يشوفوا ولاني عندي اختي انا في خيريه خصني كل شهر نصيفط لها مصروف راه هذا الشيء اللي موقفني اما الحبس لا زياره لا طياره راه الموش مع بنادم ولاني هادو راه عندي واحد ولي يعني انا نبات في الزنقه راه دري راه عادي ولاني اختي تبات في الزنقه ما جاتش وليا تبات في الزنقه راه انا كيضرني خاطري راه شنو اللي مفرانيني هو ديك نعمه كاينه في خيريه اخرى هذا الشيء اللي كاين وهادو يتحاسبوا 23 مليون طوموبيل من جابها دار فاس سميت شوف سيدي رحال من جابها مؤخرا انا قسما بالله الا من جاو هادو وثلاث سنين ما كليتش النعمه لا فطور لا غدا لا عشاء لا كوتشي لا والو كنجي كندوش كنعس كنخرج برا الحمد لله كاينين حباب برا كاينين الناس في السوق حاسبينهم بحال والدينا عارفيننا في شكل ما ضاربين لا حبس لا ليدينا لا والو اللهم لك الحمد ولكن هاد الناس راه باغيين يضيعوا شحال من ليتيم هادو الاداره راه باغيين يضيعوا شحال من ليتيم والله ياخذ فيهم الحق نادم بغى يوصلنا حنا للعبوديه تيقول لك قول لي السي الا بغيتي الحاجه وبزز قول لي السي الا بغيتي الحاجه راه عمر شي واحد راه تفرض عليه ديك العابد قول لي السي الا بغيتي نعطيك مثلا اش تعطيني فرماجه وبنادم راه كنخرج السدام راه كنخرجهم من هنايا كنخرجهم من هنايا راه انا نجيب ليه مؤونه ديال عام يعيش به هو عام جبالي الا جيتي تعلق بالحاجه تقول لي قول لي السي راه ما كايناش هاد اللعابه راه عمر شي واحد استعبدو باش الله يعطيك شي حاجه راه كيقول لك بغيتي مثلا كتجي عندك تقول لي استاذ كتكبر به استاذ حنا كاملين كنكبروا به تقول لك لا ما موكلانيش قول لي السي بغيتي نعطيك حاجه وعبوديه هادي عبوديه ماشي حق راه عبدني الا بغيتي الحاجه راه كاين الله بوحدو راه تعبد سيدي ربي بوحدو اما غيجي شي واحد اخر ما غاتعبدوش راه حتى شي واحد هو راه كرامتك هي الاولى راه غتفوت كرامتك راه ما بقى والو بلا رفيق عندي 19 عام في خيريه انا كنبات في الزنقه باقي ما دخلتش غير مشيت السيده باش غندخل ان شاء الله مع دي فيغ غنمشي غنمشي السيده هذه اللي كانت شاد الخيريه غندخل ان شاء الله الخيريه انايا خش من القايه عندي خش من القايه من السابع خش من القايه هذا كتغدو معاك يقولك البوليس غبوليس عرفنا ما غتجيبهم ولكن حنا كنخافو من الله غندخلو الحبس غنخرجو وهاد الناس هادو هما اللي كانوا سبابي فاش دخلت الحبس الشده صافي والسيده ودابا خرجت قلت ليه بغيت ندير سونطر ولا مدرسه قال لي تغرجعك الحبس او انا يلا خارج وغير رجعني للحبس انا كنطالب بلي حيدوه فهمتي هو جاي بشي عقليه اخرى هذا جاي عليا خزيت فهمتي ما جايش جا دخلنا في الاول قال لنا نديرو معكم حل ومع الوقت قال لنا حنا جايين نسيرو خيريه فهمتي تنبريكولي كنت كنبيع الديطاي
من بعد وليت خدام في البني 80 درهم النهار. دابا البروبليم فين كاين؟ سي كوا البروبليم؟ البروبليم هو ان هاد الخيريه هادي ما كايناش لا سويفي. دابا تتشوف دري صغير تينقطع عن الدراسه، تيهملوه، تيخليوه كيدور كيلعب، تيمشي للسوق، تيمشي هنا، تيجي هنا، يعني ما كايناش هذيك لا سويفي. فالدري فاذا به ما كياخذ لا ديبلوم، ما كيكون عنده حتى شي شهاده دراسيه، وتيخرج للشارع وتيكبر كيلقى راسو ما عنده لا ديبلوم لا والو، ما تيلقى لا خدمه لا هادي. فلهذا كيتلاح انه يبيع الديطاي او يتاجر في المخدرات او يدير شي حوايج اللي هو ما كانش باغيهم. فلي بروبليم كاين في هاد الناس المسؤولين، هاد الناس اللي ناعسين وني با لا، فهمتيني؟ الدري كيف كاين كيف ما كاينش، هو ليسونسيال عنده هو انه يجي ياخذ الاجره ديالو او الخلصه ديالو ابخي كيمشي لدارو. اما الدري هو الضحيه، كتمشي جمعيه كتجي جمعيه، ولكن نزيل هو الضحيه، فهمتي يا استاذه؟ فالحلول اللي بغيناه هو ان تكون المتابعه، واننا كنطالبوا بحق اللي هو حق مشروع في الدستور وفي القانون، هو اننا ندمجوا وسط المجتمع، ندخلوا الخدامين، ندخلوا كذا. فكانوا جا واحد البيريود قال لك غنديروا معكم حلول، وغنديروا معكم شي اشياء اللي ان شاء الله غتعود بنفع. فاذا بينا يعني درنا واحد شويه الامل ان هاد الناس هادو غادي يجي وغيعتقوا الدراري من الانحراف ومن الدمار ومن الخراب. فلهذا حنا تنصطدموا بالواقع سنتين ما داروا حتى شي موفمون، حتى شي حركه اللي غادي تنفعنا حنا وتنفعهم حتى هما، باش يسيروا يواكبوا هاد الخيريه. هاد الخيريه غدا الى الأسوأ، ماشي غدا الى الاحسن. انا عندي الكاتريا ماني انقطعت، ف ما خليه دخل الدوسي ديال وقفوا لي واحد لي ريسبونسابل هنا، هما اللي خلاوني باش نقاطع المدرسه. قالوا لي النيفو ديالك ضعيف، خرج من المدرسه، سيدي دخل السونتر، دخل السونتر، دخلوني داوني معطل سيدي معروف في السونتر. انا ولد برنوسي كنمشي سيدي معروف، راه لوجيك ما كيقبلهاش هادي، وما كيعطوش فلوس ترونسبور وبزاف ديال الاشياء. فالمطالب الوحيد اللي على الدراري كلهم هي لا سويفي والادماج وسط المجتمع.